الكعكة توم، إنه يوم مساعدك توم. واو، حين لا توقظه رائحة الطعام يكون متعباً. تبدو لذيذة. حسناً يا نعسان، أرى أنك لم تكن متعباً جداً لتأكل تلك الكعكة. وما الذي تفعله بإبر الحياكة؟ إنها التاسعة إلا 10 دقائق. أنت محق، شكراً ريك. أنت مستعدة؟ سننطلق بعد 10 دقائق. وأخيراً نجحت في تعليق ساعة جدتي. أنوي فعل هذا منذ أسابيع. تعرفين أنني لا أحب هذه الساعة على الإطلاق، لكنها تبدو جميلة. أجل، فيها شيء ما، إنها إرث عائلي. لذا توم ابقى بعيداً عنها، ما يخرج منها ليس طائراً حقيقياً، إنه مزيف. أفهمت؟ حسناً، هيا بنا الآن، فلنذهب إلى ملعب الجولف. أبداً. سأجرب الباب الآخر. مرحباً يا صديقي، آمل ألا تمانع دخولي إلى هنا. ليس هذا بالمكان الجميل، صحيح؟ أعني، ليس من الممتع أبداً الخروج مرة كل ساعة. عليك أن تخرج أكثر. لا شيء، ها؟ هيا، منقارك مفتوح وهذا جيد جدا. حسنا، لا تقلق، سرني التحدث إليك.